نعم، هناك اختلاف، وهذا سوف يؤثر على طبيعة الحل السياسي المنشود وعلى طبيعة ما يصبو إليه الشعب السوري بعد هذه الثورة المباركة. لذلك هناك فارق في المقاربة باتجاه الحلول، و يعني مقاربة الرئيس ترامب هي مقاربة حازمة شديدة، ممكن أن تكون بعقوبات أيضا مشددة جدا وفقا لقانون قيصر، وضغط سياسي من أجل الوصول إلى حل وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وربط إعادة الأعمار بالحل السياسي، بينما سياسة نائب الرئيس بايدن تقوم على أولوية العلاقة مع إيران، وبالتالي الوصول إلى حل مع إيران، ويخشى في ذلك في هذه الحالة أن تكون سوريا هي أحد التداعيات أو الخسائر الجانبية للعلاقة الطيبة المستقبلية بين الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن مع إيران. لذلك هناك فارق في هذه المقاربة. الرئيس ترامب يعتمد على الضغط الكبير، تنفيذ شديد وقاسي جدا، ومتابعة حثيثة لكل داعمي النظام، لكل رجال أعمال النظام، وإخضاعهم للعقوبات في قانون قيصر، وصولا إلى إخضاع المصارف ومنع إعادة الإعمار في سوريا، والضغط باتجاه عدم إعادة أي علاقة دبلوماسية من الدول التي تحاول الآن فتح سفاراتها في سوريا. لذلك مع تجنب عمل أذى في قطاعات الغذاء والصحة التي تمس مباشرة الشعب السوري، وتقديم كل المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب السوري. لذلك هذه هي مقاربته، والانسحاب أيضا الكامل للجيش الأمريكي من سوريا وخصوصا في الشمال الشرقي، وإنهاء داعش. هذه هي المرتكزات التي يريدون أن يصلوا إليها، مع ربط عدم رفع العقوبات عن النظام السوري قبل أن يطلق سراح المعتقلين، محاسبة من تلطخت أيديهم من النظام بالدماء، أيضا السماح بعودة آمنة وطوعية لكل اللاجئين دون تعرضهم لأي أذى لاحق، وأيضا إقامة الحل السياسي، إنشاء دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة لمجلس نيابي جديد ولرئاسة الجمهورية. سوريا ليست أولوية مستعجلة بالنسبة لنائب الرئيس بايدن، بعد أن يستلم الإدارة فيما لو نجح في الانتخابات، واضح أنه يقول أنه سوف يقوم بإعادة العلاقات والانضمام للاتفاق النووي الإيراني، وبالتالي هذا سوف يؤمن واردات مالية كبرى وتخفيف العقوبات عن إيران وأطلاق يدها في منطقة الشرق الأوسط ومنها سوريا، إطلاق العاملين معها من حزب الله وميليشياتها العراقية الطائفية داخل سوريا، وتقوية نظام الأسد. هذه كلها رغم أنه أكد في الورقة التي أصدرها ونتيجة الضغط الجالية السورية أنه سوف يدعم المجتمع المدني السوري، سوف يدعم القضايا الإنسانية، ويعمل من أجل تسوية سياسية وتمنح مزيد من السوريين صوتا لهم في المجتمع الدولي، ويعمل على هزيمة داعش. لكن كلها عناوين عريضة، ولم يربط إعادة الإعمار ودعم إعادة الإعمار في سوريا بالحل السياسي، وهذا ما أقلق الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس ترامب يرغب في الانسحاب الكامل للجيش الأمريكي من شمال شرق سوريا، لكن بعد أن يتم إعداد
كامل قوة العسكرية لقسد، سواء بالتدريب وبالأموال وبالأسلحة، أيضا بإيجاد حل للتناحر الكردي الكردي، لذلك يتم العمل على حل هذه القضية، وأيضا التنافس والإشكالات التي تحصل بين الكرد والعرب أيضا حلها، وإيجاد مجلس موسع، لذلك يرغب في أن يحل كل هذه المشاكل ثم ينسحب وتكون انتهى بشكل كامل على كل الخلايا النائمة لداعش، مع تطوير البنية التحتية والمحطات الكهربائية والجسور وتأمين المياه للمنطقة، كلها يتم العمل عليها بتأمين وهبات من الولايات المتحدة. أما سياسة بايدن فسوف يدعم أيضا الأكراد، قد يبقي الجيش الأمريكي، وسوف يضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل تخفيف الضغط على الأكراد، ومن أجل أن يترك لهم حرية أكبر في أن يكون لهم مجال أوسع من الاستقلال في سوريا. لكن غير واضح حتى الآن هل سياسته أن يعجل في ذلك قبل أن يوجد حل لكل سوريا، أم يحل المشكلة في شمال شرق سوريا قبل أن يحلها في كل سوريا. الرئيس ترامب يريد أن ينسحب بشكل كامل، وأن ينسحب كل القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية ما عدا القوات الروسية، كونها كانت قبل الثورة السورية عام 2011، بينما الرئيس بايدن قد يبقي جزء من القوات الأمريكية في داخل سوريا من أجل محاربة داعش، من أجل حماية الأصدقاء الكرد، لأن علاقاتهم كبيرة مع الكرد والحزب الديمقراطي، لذلك غير واضح حتى الآن هذا الأمر. الرئيس ترامب يريد أن يعقد صفقة كرجل أعمال، يريد أن يصعب الشروط ويصعد في الضغوط عليها بشكل كبير جدا، وهذا ما حصل وصولا إلى شلل القطاع المصرفي الإيراني كامل عندما وضعه على قائمة العقوبات قبل عدة أيام 18 مصرف الإيراني، وتقريبا تصفير تصدير النفط، لذلك الضغط هائل جدا، وصولا إلى قد تكون أصلا المفاوضات بدأت يعني الآن لعقد الصفقة، لأن إيران لم تعد تحتمل، لذلك هذا هو الحل. لكن حتى لو تم التوصل إلى الحل، لكن سوف يكون بشروط أفضل بكثير من اتفاقية النووي الإيراني، وأيضا لا يعني ذلك تمددها خارج حدودها وسيطرتها على الدول سوريا ولبنان كما كانت تفعل، والعراق واليمن. بينما نائب الرئيس بايدن سوف يكون أسهل تعامله، وسوف يعطيها بعد أكبر بعد انضمامه للاتفاق النووي الإيراني مجددا، وقد يؤدي إلى إعطائه حتى صلاحيات أن تعمل في الشرق الأوسط، وقد تكون على حساب الشعب السوري، هنا الأمر الذي يقلقنا أيضا. هناك انقسام، يعني حتى نحكي بشكل واضح، اللي يرغب في أن يكون هناك حل حازم وقوي في سوريا يؤيد الرئيس ترامب والحزب الجمهوري، من أجل أن يكون هناك ضغط أكبر واستخدام لقانون قيصر وتشديد العقوبات على النظام والتابعين له ورجال أعماله الفاسدين، وبالتالي ضغط كبير باتجاه الحل السياسي وعقد صفقة مع روسيا أو تركيا باتجاه توصل إلى اتفاق دولي من أجل إجبار نظام الأسد على الالتزام بالحل السياسي. بينما نائب الرئيس بايدن يسعى إلى الضغط، لكن من خلال بعد حل إيران، وبالتالي سوف تكون هي عبارة عن خسائر جانبية سورية والملف السوري. لم يربط حتى الآن موضوع إعادة الإعمار بالحل السياسي، وهذا أمر يعني خطر بالنسبة لنا. أيضا حجم المساعدات المالية قد يكون أقل، وهو اللي تربطهم أيضا علاقة متميزة مع الأكراد، وبالتالي يخشى أن يكون يضغط على تركيا بشكل كبير على الرئيس التركي، مما قد يؤدي أيضا إلى أن يقوم الرئيس التركي بالضغط على المجموعات المعارضة الموجودة في الأراضي التركية، وهذا أيضا سوف يؤدي إلى ما لا تصبو له الثورة السورية.